ازيك؟ في ايه يا عمر؟ انت مين يا هالة وتشتغلي ايه بالظبط؟ انا مين وبشتغل ايه يعني؟ ايه مش فاهمه؟ ايه جاوبيني من غير تهتها. انتوا بتتاجروا في المخدرات؟ في السلاح كمان. ايه ده انت مش عارف؟ طيب انا شفتك النهارده الصبح بتاخدي حاجه من سواق ليموزين وهو نفس الراجل اللي فريد بيشتري منه. ثانية واحدة، هو انت بتراقبني ولا ايه؟ انت تعبان يا عمر؟ انا بقول لك روح دلوقتي احسن، هنبقى نتكلم بعدين. مفيش بعدين، اشرف بلغ البوليس. مين اللي قالك الكلام ده؟ أنا شفت بنفسي. حسن جه واتخانق معاه، وبعد ما مشي حسن أشرف كلم البوليس وقال له كل حاجة. قال لهم إيه؟ إنجز يا عمر، قال لهم إيه؟ ليه كدبت عليا يا هالة؟ ليه؟ امشي دلوقتي يا عمر. يلا امشي، روح، روح. عايز تمشي؟ يلا خليك. ايوه يا علي، بقول لك ايه؟ هات سيف وتعالى دلوقتي عند راسي. مش هعرف اشرح لك دلوقتي، المهم نتحرك بسرعة. يلا. كان واضح لي في اللحظات دي اني خلاص وصلت لاخر الخط. كنت غبي من الاول، بس كنت بقى اغبى واغبى لو كملت. ازاي حطيت نفسي في الموقف ده يعني؟ وعيلتي، عمري ما كنت ممتن لعيلتي أو لحياتي قد اللحظة دي. أستاذ عمر، أنت قلت لي إنك رجعت القاهرة في نفس الليلة مش كده؟ مظبوط يا فندم، في نفس الليلة. بعربيتك؟ أيوة يا فندم، بعربيتي. أمال هيكون في إيه؟ حبيت أتأكد بس. تحت أمر. تقدر تتفضل، آسفين عطلناك. العفو يا فندم، أنا أتمنى أكون فدت حضرتك. جدا. بعد إذنك. أستاذ عمر، معلش نسيت حاجة. أنت تعرف فندق اسمه كارافان؟ لا يا فندم. يعني ما نزلتش فيه قبل كده؟ لا ما افتكرش. ما تفتكرش ولا ما حصلش؟ ما حصلش. شكرا لوقتك استاذ عمر. اكيد. مع السلامه. هاي. هاي روحي. اشتغلت كويس النهارده؟ مش بطل. انت كويس يا عمر؟ وحشتيني بس. وانت كمان. بص لقيت ايه؟ هنا وهي عندها سنتين. حبيبتي تجنن. استنى استنى، بص هتعمل ايه دلوقتي؟ انا بحبك قوي يا ما.
هل مروحة؟ ما كنتش عايزة صحيك. معلش أنا مستعجلة، لازم أمشي. باي باي. أكيد استغرب، ما فهمش مالي. جايز افتكرني زعلانة عشان بفكر في مستقبل علاقتنا، أو إيه اللي هيحصل لما أجازته تخلص ويسافر. بس في الحقيقة أن دماغي كانت في حتة تانية خالص. كنت حاملة هم اللي أنا شايلاه معايا، وقلقانة من اللي رايحة أعمله. حياتي مع سيف وعيلته اللي كانوا متورطين فيه وقتها. الحياة دي نفسها كانت حملة تقيلة على كتافي، مش قادرة على وزنه خلاص. حسني فين؟ لا ده حسني مجاش النهارده. لا معلش انا متعوده اتعامل معاه. لا ما تقدري تعتبريني انا وحسني واحد في بيتها. بقول لك انجزي، الوقفه دي مش تمام. ها مش هنا. بقول لك ايه؟ اللي خد الحاجة النهارده مش حسن. امال مين؟ مش عارفة يعني، حد ما اعرفوش. مش اتأكدتي من ارقام العربية؟ بس حسيت ان في حاجة غريبة. في حاجة غريبة بس انت سليمة وكله تمام؟ مفيش حاجة. خش يا ابو صلاح، البيت بيتك. اقعد هنا. صباح الفل يا هلا. ايه الاخبار؟ الدنيا ماشي كويس؟ تمام. امال مالك قلب وشك كده ليه؟ مش عارف مالي، انا مش عايز اعمل الزفت ده تاني. خلاص انا كان ظرف وعدى. والمره اللي فاتت واللي قبليها يا سيف، خلاص انا زهقت. شوف لنا حل، انا زهقت. يا هلا. طب اعمل ايه؟ هي مره وخلاص، مش هنعمل كده تاني. مين اللي جاب لي الولد ده هنا؟ الصبح اشتغل معانا جامد قوي على المركب، قلت اجيبه فطره معانا. مش فاهمة يعني أم إيه اللي سايبة ابنها طول اليوم في البحر مش بتدور عليه ومش عارفة عنه حاجة، وبعدين النهاردة يوم جمعة. خلاص بقى يلا روقي روقي. يلا يا ولاد. شوفوا الأم اللي حاسة بابنها هموت من الجوع. يلا يلا اتفضلوا. وقعتي الأمانة دي. أبوك شكله ظريف يا صلاح. شفته كذا مرة وهو جاي يجيبك. هو بيشتغل ايه؟ دكتور في جامعة. دكتور ايه؟ ليتريتشر. يعني لما اشتكي من ايه بقى اروح له؟ يا سيب يا سيب، في دمك يا ولد. بتخاف من دمك؟ مش عارف هو بيحب الشغل ده ليه اصلا؟ هو طول الوقت قاعد بيقرا